هنكمل معاكم وتعالوا نروح بقى ناخد المسائل خارج الحدود المصرية بعد النصر. ماذا قيل وإيه اللي كان بيتكتب وإيه اللي كان بيتقال؟ خلينا نروح لملعب السياسة. السياسة كان فيها إيه؟ والسلام لما عم كان إزاي؟ وإزاي كانوا يتخيلوا بأنه فعلاً قائد الحرب والسلام الزعيم أنور السادات إزاي قدر يعمل يعني هذه الحالة؟ لأن هم لم يكن حد يتخيل أبدا بأنه سيقدم هذا السلام وهو سيتقدم السلام. وزير الخارجية الأمريكي وقت حرب أكتوبر كان طبعا وقتها هنري كسينجر، وكان بيعتبروه شاهد على الحرب والسلام أيضا. ولما كتب كسينجر مذكراته كشف عن شهادة هامة جدا في حق الرئيس السادات، وقال في مذكراته قال أنه يعني في البداية استهان، يعني كان بيستهين، ولكن فوجئ بقدرته، قدرة طبعا الرئيس السادات على قيادة الحرب وصناعة السلام، مشيرا إلى التحدي اللي واجهه السادات، وقال إن هو كان ساحقا بالمعايير التقليدية لكنه كان لديه القوة لتطوير مفهوم التغلب وعلى هذا التحدي. وده كان كلام هنري كيسنجر وقتها. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل والمعلومات. دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا. يعني شفت أنا لما مزجت بين الزعيم عبد الناصر وأنور السادات، لأنه الحقيقة الحرب، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام في الندوة التثقيفية تكلم بأنه هذه الحرب لم تكن حرب فقط بشهر أكتوبر أو بسنين معينة، ولكنها ظلت ما بين 67 حيث الهديمة حتى 82 مع بداية بقى التعمير. كلمنا بقى عن يعني هذا التوقيت وعن ما قاله كيسنجر عن الزعيم أنور السادات. يعني خلينا نقول في الأول كل سنة وحضرتك ومصر حضرتك طبعاً ألف خير. قوتنا المسلحة شامخة دائما في صدارة المشهد، سواء كان السياسي أو العسكري أو الاستراتيجي. ومهم جدا إن احنا نذكر الأجيال الراهنة إنه مصر خاطب بالفعل معارك للوصول إلى حالة استقرار السياسي والأمن والاستراتيجي في هذا التوقيت، وهي حروب متواصلة. بالفعل كما ذكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحرب انتهت في مطلع الثمانينات ولم تنتهي في 73، لأن احنا مرينا بمراحل فضل الاشتباك الأول والثاني، ثم خضنا معركة والمفاوضات على الجبهة الإسرائيلية، ثم بطبيعة الحال وصلنا إلى اليوم. وبالتالي لم تكن تاريخ الحرب كما يتصور البعض انتهت 73، وإنما كانت معركة مستمرة وممتدة وصولا إلى كما ذكر سيادة الرئيس. المهم الآن أن نقول للأجيال الصاعدة أنه استلهام روح أكتوبر هذا هو الأهم الآن، لا جزء من قراءة المعركة وأحداثها وتاريخها وأبطالها وشخصها. طبعا تم توثيقه من خلال القوات المسلحة ومن خلال من المعنوية ومن خلال كافة قطاعات القوات المسلحة أحداث الحرب، وبطبيعة الحال أيضا مسجلة على الطرف الآخر، سواء كان في شهادات الجنود الإسرائيليين الجنرالات اللي أصدروا كتب ووثائق لا طلعنا عليها طوال السنوات الماضية، وهي شهادة لحق الجندي المصري والقائد المصري وللجيش المصري، يعني سواء كان في لجان التحقيق التي جرت في إسرائيل ثم اللي هي اتهم فيها الجيش الإسرائيلي وقيادته بالإحضار أو التقصير، ونحن في تحقيق هذه المعجزة، بالإضافة طبعا إلى شهادات القيادات العسكرية الكبيرة في الجيش الإسرائيلي، ودي طبعا كلها موثقة بصورة أو أخرى. إحنا بنقول اليوم ربما نقطة من أول السطر، جزء من مما يجري الآن هو استلهام روح تمام وروح أكتوبر. كما أشار الرئيس نحن اليوم لدينا المشروع الوطني الكبير اللي بتقوده الدولة المصرية، وبالتالي نحن نحتاج إلى روح أكتوبر، نحتاج إلى مول قواتنا المسلحة، الدور الكبير اللي بتقوم به القوات المسلحة في هذا التوقيت لبناء وتنمية القدرات المصرية في كافة القطاعات. مهم جدا ان احنا نقول ان احنا واقفين على يعني على مسافة كبيرة من الرؤى والمقاربات السياسية والعسكرية، لانه الحرب لم تكن فقط نصر في مواجهة مع الجانب الاخر، لكنها ايضا
تحقيق لإرادة الجندي المصري ولنجاح المصريين في تحقيق الكثير من الصعوبات. صحيح. النهارده احنا ربما حضرتك زرت مشابهة وبالتالي هيتطلب الأمر استلهام استدعاء روح أكتوبر. أكيد يعني ده مهم جدا. أكيد ده مهم جدا. حضرتك يمكن وبتكلمنا بنشوف مشاهد كثيرة جدا للزعيم أنور السادات، ويمكن يعني بعد النصر تحديدا تغيرت وجهة النظر تجاه مصر وتجاه بعد هذا النصر الكبير. حتى لو عدنا إلى الأدب الإسرائيلي، الصحف الإسرائيلية، مذكرات لقادة إسرائيليين يعني كثر الحقيقة كلهم تحدثوا، كانت بالنسبة لهم هذه الحرب مش مجرد هو إن إحنا استردينا الأرض، ولكن هي فكرة التخطيط. يعني لم يكن يتخيلوا بأن هناك تخطيط مصري، هناك تحضير بهذا الشكل. وأعتقد أنه خطة الخداع الاستراتيجي قبل الحرب أيضا ما كانتش على البال أبدا أنه المصريين هيعدوا القناة وكمان يكملوا حد يعني لآخر حتى يعني 1 كيلومتر اللي هو طابة يحصلوا عليه بالتحكيم. يعني يبدو أنه دي غيرت وجهة النظر تجاه القيادة المصرية تماما في هذه الفترة. هو طبعا زي ما حضرتك اتكرمتي كان هناك مبادرات إسرائيل على يعني على مستوى وسائل الإعلام كتابات ووثائق الحرب نفسها اللي احنا طبعا القوات المسلحة تبناها والعمل فيها جهد علمي وأكاديمي كبير، لكن أعتقد الأهم من هذا هو التأكيد على قدرة مصر وقدرة قيادتها في الانتقال من حالة حرب من بعد 67 إلى الانتصار الكبير الذي لا يزال يدرس في الأكاديميات العسكرية والاستراتيجية. وشهد والقوات المصرية أنا عايز مهم 2022 نحن نحتل مكانة متقدمة في التقارير الدولية لتصنيف الجيوش في العالم وفي القوات المسلحة المصرية. هذه التقارير سواء كانت تقارير سيبري، تقارير راند، تقارير الاي ان اس اس، هذه تقارير عسكرية واستراتيجية تصنف الجيوش وتصنف القوات المسلحة في العالم. وبالتالي هنا إذا ما حققته القوات المسلحة اليوم من دور كبير بالنسبة لحجم الاستعداد التعامل. طبعا ما ذكرتيه حضرتك الجزء الخاص في استعداد للمعركة، طبعا عايز أقول نقطة مهمة لاستعداد المعركة كان على مستوى المواطن البسيط، على مستوى الدولة، قطاعاتها، القطاعات كلها التفت حول القرار السياسي. زي ما حضرتك هو المطلوب ان احنا يبقى اليوم استهام اكتوبر والجميع يقف خلف القياده السياسيه اليوم مهم جدا، لانه المشروع الوطني الكبير اللي بتقوده الدوله المصريه اليوم يتطلب بالفعل الحصول على المقاربات التي في فتره 73 وما يليه. صحيح. لان معركه دبلوماسيه ما كانتش في طابه. صحيح. يعني قبل طابه كان ده مظبوط. أنا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية على هذه المداخلة. وزي ما حضراتكم كده شايفين مهما تكلمنا عن يعني نصر أكتوبر وذكريات كتير والكلام كتير والأفكار أكتر وما كتب وما قيل من أقوال، الحقيقة كلها كانت يعني دايما بتقدم يعني سطور من العزة والكرامة قدموها أبطالنا وجنودنا على الأرض المصرية مع هذا النصر.